راهن الخليفيون على تحجيم اعتصام الدراز أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وظنوا أن عامل الوقت سيضعف حماس الجماهير ويدفعهم على التقاعس، لكن رهاناتهم زادتهم غيظة وزادت البحرانيين ثباتا وحضورا. نتائج دفعت الخليفيين للانتقام والتسريع بالهجوم، لكن بالطريقة الغربية التي تتدرج في القمع وتنوع أساليبه تحت غطاء القانون والقضاء. فخلال أسبوع واحد استدعي عشرات العلماء والنشطاء للتحقيق، واعتقل بعضهم كرئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل، وتم تهديد الآخرين وأعيد استدعاؤهم مجددا. هذا في الوقت الذي ما تزال الدراز تعيش وسط الحصار لقرابة 50 يوما. خطوات أمنية بعقول المخابرات الغربية يراهن عليها الخليفيون لإركاع البحرانيين والانقضاض على آية الله قاسم للانتهاء من مشروع استبدال الشعب الأصيل بالشعب الدخيل. وتبدو الأوضاع في البحرين على شفير انفجار شعبي آخر، فحالة الاحتقان بلغت ذروتها مع استمرار التعذيب في السجون وملاحقة كل كلمة تعترض على النظام ولو كانت تغريدة، واستمرار الخطف والمداهمات واستهداف الوجود الديني. الثورة المتجددة القادمة ستكون بلون آخر وخطاب مختلف وأساليب غير معهودة، فللصبر حدود، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.